أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا ربنا لما كتبت
كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا فما لهؤلاء
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول قرآن مباركة العالم سمع حضراتكم.
ودين القارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الحليم محمد إبراهيم التلاوة القرآنية القادمة لفضيلة القارئ محمد يسري جمعة فليتفضل مشكورا.